السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل، الله يحفظكم. أنا عندي مشكلة شيخ مصطفى مع والدي. شيخ مصطفى سلم يا رب، اتفضل. ايه المشكلة؟ المشكلة اللي أنا كنت في، كان هو بيضرب أخويا الصغير، وأنا ما كنت منحوش عنه، ففكرت إن أنا بنزقه من على أخويا الصغير يعني. ده كان منان إن أنا أخش البيت وكده، فالجماعة ستي دخلت في الموضوع يعني وكده، ودخلت في البيت بس مفيش كلام بيني وبينه، وانا مرمي عليه السلام ما بيردش عليا. ناسم على كده؟ لا تأثم صبرا إن شاء الله، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. واصل الخلق الحسن، والله إن شاء الله يجعل لك مخرجا. شكرا.